تحية عليكم جميعا، تحية إلى حزب مسار، وتحية إلى شهدائه وشهداء تونس الأبرار ومناضلات المسار ومناضليه وتاريخه الوطني الحاصل بالأمجاد والدفاع عن الوطن وعن الحقوق والحريات. تمنياتنا للأخ أحمد إبراهيم وسعادتنا بوجوده اليوم معنا، وقد استرجع نشاطه وليواصل على الدرب الذي رسمه. هذا الاجتماع يأتي إثر إحيائنا معا متحدين في اتحاد من أجل تونس. الأحزاب الخمسة المنضمة في هذا الاتحاد في شارع في بورقيبة العاصمة وفي ساحة بن سويقة لذكرى وطنية عزيزة في قلوب كل المواطنين التونسيين الذين يحبون هذا الوطن بحق، ذكرى شهداء مظاهرات 8 و9 أبريل 38 بشعارات واحدة وبتصميم واحد على المضي قدما من أجل عزة هذا الوطن العزيز في كلف وحدة وطنية صماء ومساواة بين الجميع ووفاء لشهداء تونس وجميع وربط للحاضر بالماضي. هذه الذكريات الوطنية الخالدة لا حزن عدم الاكتراث بها ممن لا يؤمنون بالوطن ولا يؤمنون بالراية الوطنية ولا يؤمنون بالاستقلال ولا يعترفون بالشهداء الذين ضحوا من أجل الاستقلال والذين ضحوا من أجل الحرية ومن أجل الكرامة ومن أجل العدالة الاجتماعية. لا يعترفون بكل هذا لارتباطاتهم بإيديولوجيات لا تعترف بالانتماء الوطني. هذا الاجتماع يتم في وقت لم تتوضح فيه بعض الرؤية ولم تضبط بصفة دقيقة مواعيد الاستحقاقات القادمة للخروج من هذه الفترة الانتقالية التي طالت وتمططت حتى أن الشكوك صارت تحول حول وجود إرادة صادقة لإنهائها وتنفيذ نظام ديمقراطي تعددي بحق. اجتماعنا هذا يتم في فترة استقر فيها العنف السياسي اللفظي والمادي الذي وصل حد الاغتيال، بداية باغتيال الشهيد لطفي نجم ونهاية باغتيال شهيد الثورة الزعيم شكري بالعيد. وخاصة تعثر إماطة اللسان عن حيثية هذه الاغتيالات ورفض حل روابط ما يسمى بحماية الثورة. بصفة عامة توجد اليوم إرادة لطمس كل الحقائق. الحقائق حول أحداث 9 أبريل 2012. الحقائق حول الهجوم على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل في ديسمبر 2012 والهجومات المتكررة على مقرات الأحزاب وآخرها حرق مقر ميدا تونس بضاحية رابس. اجتماعنا هذا يتم في فترة صار فيها الإقصاء طريقة للإقصاء السياسي وطريقة للتنافس السياسي، إذ أن مناصري الإقصاء تحت غطاء تحسين الثورة يعتبرون أن الشعب التونسي شعب قاصر غير قادر على التمييز بين من يسلبونه حقه في الاختيار ويقررون وحدهم من يترشح ومن لا يترشح، ولكن الشعب التونسي يقف دائما في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه الوحدة يشد بعضهم بعضا. نحن في الاتحاد من أجل تونس عازمون على المضي قدما من أجل تونس مستقلة ذات سيادة العربية تبغتها الإسلام في
الدستور الديمقراطي متفتح يضمن الحقوق ويضمن المساواة على جميع الأقعدة على الصعيد السياسي ولكن أيضا وخاصة على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي. عاشت تونس حرة مستقلة عزيزة أبد الدار. عاشت الجمهورية، عاشت الدولة المدنية، والسلام عليكم ورحمة الله.